مبارك حبيبي، أريد أنصحك نصيحة. شوف أول ما تدخل للبيت وتشوفه قل له برا، أطرده برا. هسه تذكر يجي يخطب؟ يصير خير. مو تنسى حبيبي، أنت سيد الموقف، أول ما تدخل برا. صار حبيبي أنت. أروح أغير عشان أروح الديوانية. بالسلامة يا روحي أنت. روح عيوني فدوة طولك، مو تنسى ترى أنت سيد الموقف. يما حياتي فدوة لعينك. يوف ايش قد أحبك. خل أشوف صديقتي. هلا. بخري إن شاء الله مبخرة حق عرسه يا رب العالمين. يا رب. تبين فكة؟ يعني. ما تبي تشوف عيالك؟ قولي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الله. بس المهم. مش عندكم موافين؟ يلا روح داخل. لا نروح. اي ريايل واصلين. يلا داخل. يلا. يلا بديش. يلا. زين. أخوي. الله يسمع مني كم نيرة. وأشوف صج معرس وأفرح فيه. يا حي الله من يانا. الله يحييك. نورته والله. الله يسلمك. شو الاخبار؟ ان شاء الله طيبين. خير الله يسلمك. انت والله بخير. شلونك؟ طيب ان شاء الله. تمام خير والله. الوالد شلونه؟ تمام الحمد لله. عساكم عساكم على وصولكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا فيك خويا زين. يزيد ان شاء الله يعني. مثل ما عرفت ان انت ضابط. اي نعم. مبارك. دقيقة من فضلك. خير أمينة. مبارك. علشان خاطر السنين. الله يخليك. لا توقف بطريق حصة. وافق على زواجه علشان خاطري. لزمة الرجال ولا شي تتشذب عليه. ضعف الرجال بحاله يوجه الفقر. وفي بحاله هين أمينة هين أني إلك. خلنا نزوجها يا مبارك. خلنا نفرح فيها. الله يخليك. لا توقف بطريق حصة. خلها تتيسر. خلاص أمينة. بسوي اللي تامرين عليه. والله يبي اللي فيه الصالح. مشكور. مشكور يا مبارك. ما تقصر، عسى عمرك طويل ان شاء الله. وافق على كلامي بس لأني ترجيته، لأنه يحب يشوفني مكسورة. بس عشان عيالي مستعدة أسوي كل شيء.